أهلا بكم إلى ظهيرة من الميادين وتتابعون في أبرز عناوينها. لافروف يتهم تركيا بالتنسيق سرا مع داعش ويحذر من أي تدخل عسكري في سوريا، وكيري يتحدث عن خطة جديدة لواشنطن. أردوغان يتهم واشنطن بتحويل المنطقة إلى بركة دماء بدعمها للكرد في سوريا والعراق. وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يترك منصبه، وأنباء عن إعلان توليه رئاسة المجلس الدستوري لاحقا اليوم. وفد من حماس في طهران للمشاركة في احتفالات ذكرى انتصار الثورة، ولقاءات مرتقبة مع مسؤولين إيرانيين. محمد فتح أسواق لن نرجع إلا. وفي النشرة تظاهرات في البحرين عشية ذكرى الخامسة للحراك السلمي، والأجهزة الأمنية ترفع حالة الطوارئ. أهلا بكم. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تركيا تجري محادثات سرية مع داعش للتنسيق معه في ظل استمرار الغارات الروسية. لافروف أكد أن موسكو قلقة من الأنشطة التركية عند الحدود السورية، وتأمل ألا تسمح واشنطن بتوغل عسكري تركي. كما أضاف أن خطر محاولة حل الأزمة السورية بالمسائل أو بالوسائل العسكرية بات واقعيا، وأكد أن العلاقات الروسية الأمريكية تدهورت ليس بسبب بأوكرانيا أو سوريا، بل لأن كثيرين في أمريكا لا يحلو لهم نهوض روسيا وامتلاكها وجهة نظر مختلفة. وزير الخارجية الأمريكية جون كيري كشف أن بلاده قد تبدأ تحرك باتجاه الخطة باء في سوريا وعمليات عسكرية جديدة في حال عدم إحراز تقدم باتجاه وقف لإطلاق النار، أو في حال لم يكن الروس والإيرانيون جادين في حل المسألة كما قال. واعتبر كيري أن عدم التوصل إلى اتفاق يكرس الوجود الروسي على الأرض، وأكد قبول واشنطن باقتراح السعودية والإمارات إرسال قوات برية إلى سوريا. إلى ذلك، قال مدير الاستخبارات الأمريكية جيمس كلابر أن روسيا تريد خلق صورة لها تتساوى مع الولايات المتحدة. كلابر أشار إلى أنه لا يمكن أن تكون الفترة الحالية شبيهة بالحرب الباردة. أعتقد أن الروس في الواقع مصابون بالجنون بشأن منظمة حلف شمال الأطلسي. إنهم قلقون كثيرا مما يجري، لذلك فإن الكثير من هذه الأشياء العدوانية التي يفعلها الروس لعدد من الأسباب كقوة عظمى ترمي إلى خلق صورة تفيد بكون بلادهم تتساوى مع الولايات المتحدة. أعتقد أنه يمكن أن نكون في دوامة حرب باردة أخرى. من جهته، قال مدير الاستخبارات العسكرية الأمريكية فينس ستيوارت أن الدخول الروسي المباشر في سوريا غير ضوابط اللعبة وحسابات الأطراف المختلفة، واعتبر أن هجمات باريس تظهر أن داعش أصبح يمثل التهديد الأكبر للولايات المتحدة ولحلفائها. أظهرت هجمات باريس أن داعش أصبح يمثل التهديد الأكبر للولايات المتحدة ولحلفائها. في العام الماضي ظلت المجموعة المتحصنة في العراق وسوريا وتوسعت عالميا. داعش ربما يحاول شن هجمات إضافية في أوروبا، ويحاول مهاجمة الأراضي الأمريكية في العام الحالي. ميدانيا وإلى ريف حلب الشمالي، حيث سيطرت وحدات حماية الشعب اليوم على بلدة منغ في ريف حلب الشمالي، وتتقدم داخل المطار غرب البلدة وسط شباكات مع المسلحين. ومن جهته، يواصل الجيش السوري تقدمه باتجاه مدينة تل رفعت، أحد أبرز معاقل المسلحين عند الحدود التركية. مراسل الميادين أفاد بأن المجموعات المسلحة في مدينتي تل رفعت وكفرنايا تسعى إلى إيجاد تسوية لأوضاع بعد التقدم الكبير للجيش السوري وحلفائه في المنطقة. الجيش السوري وحلفائه كانوا قد حرروا بلدة كفين وقطعوا خطوط إمداد المسلحين الآتية من تركيا.
سيطر الجيش السوري على بلدة الباشورة في ريف اللاذقية الشمالي، مقتربا بذلك من الحدود مع تركيا، فيما يواصل تقدمه أيضا باتجاه مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، أحد أبرز معاقل المسلحين عند الحدود التركية. التفاصيل في العرض التالي. التقدم الميداني للجيش السوري وحلفائه على جبهتي ريف حلب وريف اللاذقية يقربه يوما بعد يوم من الحدود مع تركيا. السيطرة على بلدة الباشورة تساعد في تعزيز المواقع الجديدة التي استعادها الجيش السوري، ولا سيما في عالية، وفي حماية هذه المواقع من هجمات المسلحين. أيضا سيطر الجيش على تلال قرية نوارة عند الشريط الحدودي مع تركيا، وهو ما دفع المسلحين إلى الانسحاب منها. في ريف حلب الشمالي الجيش السوري وبسيطرته على كفين بات على بعد 17 كيلومترا تقريبا من الحدود مع تركيا. التقدم باتجاه الحدود يأتي على محورين، الأول باتجاه تل رفعت التي يبعد الجيش عنها 5 كيلومترات، حيث تفصل قرية كفرنايا التي وصل إلى مشارفها بين كفين وتل رفعت. أما المحور الثاني فهو عن طريق الأراضي الزراعية التي تفصل بين مواقع الجيش ومدينة إعزاز إلى الغرب من تل رفعت، وهنا يبعد الجيش 14 كيلومترا عن إعزاز. السيطرة على كفين ذات الموقع المرتفع أمنت خطوط إمداد الجيش ومكنته من الاقتراب نحو أكبر معاقل المسلحين في تل رفعت، كما أن فتح طريق نبل والزهراء كان يمتلك أهمية استراتيجية في تقسيم الريف الشمالي لحلب إلى قسمين، أحدهما شمالي والآخر جنوبي، وهو ما قطع كل طرق الإمداد بين تركيا والمسلحين في تل مصيبين وحريتان وعندان وكفر حمر. ومعنا من نبو المراسل الميدان رضا الباشا للاطلاع على آخر التطورات الميدانية في ريف حلب الشمالي وفي عموم الريف. رضا أهلا بك. ضربت خطوط إمداد الجماعات المسلحة في كافة الاتجاهات بمدينة رفعت، ماذا لديك من معلومات وما هي آخر التطورات الميدانية في تلك المنطقة؟ نعم، وقبل قليل لاحظنا بأن السلاح الطيران في الجيش السوري والطيران الروسي ساعد في ضرب قوافل إمداد الجماعات المسلحة التي كانت تتجه من مدينة تل رفعت باتجاه بلدة كفرنايا. كذلك استهدف سلاح الطيران خروج قوافل المواد الغذائية والمحروقات من مدينة كفرنايا باتجاه مدينة تل رفعت، لأن الجماعات المسلحة بدأت تستشعر الخطر في بلدة كفرنايا في ظل تقدم الجيش السوري إلى محيط هذه البلدة، فعملت على سحب مخزونها الاستراتيجي المتواجد في بلدة كفرنايا باتجاه مدينة تل رفعت، وتم استهدافه بسلاح الطيران، وقد تمكن سلاح الطيران من تحقيق إصابات دقيقة في صفوف القوافل التي كانت تتجه إلى مدينة تل رفعت. وفي على نفس الصعيد استهدف أيضا سلاح الطيران تحرك الجماعات المسلحة القادمة من مدينة إعزاز باتجاه مدينة تل رفعت التي باتت تشكل تجمع وتحشد الجماعات المسلحة في هذه المدينة، أكبر معاقل الجماعات المسلحة في ريف حلب الشمالي وفي شمال سوريا بشكل عام. لاحظنا من خلال البث المباشر الذي كنا فيه قبل الساعة بأن هناك إصابات أيضا دقيقة للشاحنات التي كانت تنقل الجماعات المسلحة باتجاه مدينة تل رفعت. إضافة إلى ذلك تمكنت أيضا وحدات حماية الشعب الكردية بسيطرتها على بلدة أو قرية منغ الواقعة على الطريق الواصل بين مدينة عزاز ومدينة تل رفعت من استهداف خطوط إمداد هذه الجماعات في بين مدينتين والسيطرة عليه ناريا في ظل تقدمها أيضا في محيط مطار منغ، الأمر الذي يضعها على مقربة أكثر من خطوط إمداد الجماعات المسلحة بين مدينة إعزاز الحدودية ومدينة تل رفعت الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة إعزاز. أما فيما يتعلق في القسم الجنوبي من ريف حلب الشمالي، أيضا صباح هذا اليوم سلاح الطيران عمل على استهداف تمركز الجماعات المسلحة في محيط بلدة رتيان تل مصيبين حيان بيانون وصولا إلى ظهرة القرعة الاستراتيجية التي تعتبر أهم معقل الجماعات المسلحة وتشرف بشكل مباشر على أكبر مدن القسم الجنوبي من ريف حلب الشمالي مدينة عنيدان، ويعمل الجيش السوري على استنزاف تواجد الجماعات المسلحة على هذا المرتفع الذي يحكم السيطرة ناريا أيضا على خطوط إمداد الجماعات المسلحة بين ريفي حلب الغربي وريف حلب الشمالي. طيب رضا، فيما يتعلق بالمصالحات في ريف حلب الشمالي أين وصلت وكيف تجري أو يجري التعامل معها؟
فيما يتعلق بالمصالحات، هناك بوادر، هناك محاولات للاتصال بين وجهاء مدن ريف حلب الشمالي مع القيادة العسكرية في الجيش السوري في غرفة العمليات العسكرية. آخر المصالحات كانت في بلدة كفرنايا، حاول الوجهاء كثيرا من أجل الوصول إلى مصالحة، وعندما كانت في خطواتها الأخيرة تدخلت جبهة النصرة وجيش المهاجرين والأنصار ذو الغالبية الشيشانية والأوزبكستانية وأفشل هذه المصالحة، مما جعل بلدة كفرنايا حاليا بلدة مواجهات مع الجيش السوري، ويعمل الجيش السوري على التقدم باتجاه بلدة كفرنايا. فيما يتعلق في تل رفعت، الفصائل المسلحة وقيادات الفصائل المسلحة من أهالي مدينة تل رفعت حاليا يضغطون من أجل إيجاد حالة تسوية وتجنيب هذه المدينة المعارك مع الجيش السوري. في قسم الجنوب هناك ثلاث بلدات وقرى في ريف حلب الشمالي تسعى من أجل إيجاد حالة من المصالحة وتجنيبها القتال. إلى الآن يعمل العنصر الأجنبي الخارج المتواجد في ريف حلب الشمالي على إفشال هذه المصالحات. تبقى الاجتماعات قائمة في مدينة تل رفعت تحديدا، قيادات الفصائل باجتماع تقريبا منذ 48 ساعة من أجل إيجاد صيغة مناسبة تحيد العنصر الأجنبي، وتعمل على إيجاد حالة من التسوية تمكن هذه الفصائل المسلحة من الدخول في مفاوضات حقيقية مع الجيش السوري من أجل تجنيب مدينة تل رفعت القتال. ولكن تواجد العنصر الأجنبي وتحديدا من جبهة النصرة إلى الآن يحول دون الوصول إلى نتيجة نهائية. تسير المفاوضات في طريقها نحو النهاية، ولكن يبقى العامل الأجنبي هو الذي سيحدد مصير هذه المفاوضات ومصير هذه المصالحات في الساعات القادمة. طيب رضا، هل فقط جبهة النصرة التي تمثل الجماعات المسلحة في هذه المنطقة أم هناك فصائل أخرى من الجماعات المسلحة؟ فعلا هناك فصائل أخرى، والفصائل من أهالي هذه المدن والبلدات مقتنعة تقريبا بغالبيتها بالمصالحة مع الجيش السوري، ولكن عنصر جبهة النصرة الذي يسعى إلى إقامة إمارة إسلامية خاصة بإضافة إلى عنصرها الأجنبي القادم من خارج سوريا هو الذي يعتبر العنصر الأقوى ويعتبر الأكثر تسليحا، إضافة إلى أنه الأكثر عددا من ناحية المسلحين، فيعمل على إيجاد حالة من الضغط. وكما حدث في كفرنايا عندما فشل الأهالي في الضغط على الجماعات المسلحة، تدخل العنصر الأجنبي وأخرج كافة أهالي بلدة كفرنايا باتجاه منطقة عفرين ومدينة عفرين من أجل إيجاد معسكر خاص به من أجل مواجهة الجيش السوري. كما أشرت هناك فصائل متعددة، هناك لواء استقم كما أمرت التابع إلى تركيا، لواء السلطان مراد، الجبهة الشامية أحرار الشام، إضافة إلى جبهة النصرة وجيش المهاجرين والأنصار. نعم، كل الشكر لك رضا الباشا مراسل الميادين، كنت معنا من نبول على هذه المعلومات. وفي مضايا بريف دمشق، أطلق المسلحون المتمركزون في البلدة النار على سيارة وفد الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري أثناء دخولها إلى البلدة. وأوضحت المصادر أن السيارات كانت تدخل البلدة لإخراج ثلاث حالات حرجة من مضايا، وأصيبت سيارة المنسق والطبيب اللذين يشرفان على العملية، ما تسبب بتأخرها لساعات قبل أن يعاود إكمالها. إلى العراق، حيث أفاد مراسل الميادين في شمال البلاد بأن الطائرات الحربية التركية شنت غارات على أطراف ناحية سدكان شمال أربيل في كردستان العراق. من جهته أفاد مراسل الميادين في بغداد باستمرار العمليات العسكرية للقوات الأمنية في ضفاف نهر الفرات الجنوبية بعد الصوفية لمنع داعش من تهديد القطاعات الأمنية من البوابلي والبعيثة. وأفاد كذلك بأن قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي عززت وجودها في جنوب منخفض الثرثار وناظم التقسيم شرق الأنبار، ولا سيما بعد هجمات لداعش. إلى تركيا، حيث وجهت اتهامات للسلطات بارتكاب مجزرة في جيزرة ومقتل متظاهر كردي يبلغ من العمر 17 عاما في ظروف غير واضحة، عندما قمعت الشرطة تجمعا في وسط ديار بكر. اتهامات حزب الشعوب الديمقراطية التركية المعارض القوات التركية بارتكاب مجزرة بالمدنيين في جزر جنوب شرق تركيا قابلتها أنقرة بالنفي. صلاح الدين ديمرتاش زعيم ثالث قوة سياسية في البرلمان التركي يؤكد أن الجيش التركي والشرطة ارتكبا خلال عملية ضد حزب العمال الكردستاني مجزرة في جزر، وقال في خطاب أمام النواب إنهم لا يريدون الإعلان عنها. جزر وغالبية سكانها من الأكراد يشن فيها الجيش والشرطة منذ شهرين عمليات واسعة لطرد أنصار العمال الكردستاني الذين أعلنوا عصيانا في المنطقة وحفروا خنادق ونصبوا حواجز.
شائعات تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام تفيد بأن 60 شخصا من سكان جزرة بينهم جرحى لجأوا إلى أحد الأقبية قتلتهم قوات الأمن. وأكد ديمرتاش أنهم تعرضوا لهجوم بالدبابات، ثم نشرت السلطات جثث الضحايا في الشوارع والبيوت المدمرة ليبدو أن الجثث كانت هناك أصلا. الجيش التركي لم يشر أبدا من جانبه إلى خسائر بين المدنيين، مؤكدا أن كل القتلى ممن سمتهم الإرهابيين. في غضون ذلك قال الجيش التركي ووسائل أعلام إن مسلحين أكرادا قتلوا جنديين تركيين وضابط شرطة، مشيرة إلى محاولات مسلحين التسلل لعبور الحدود إلى تركيا من سوريا. غربي جزر يشهد أيضا اشتباكات نتيجة احتجاجات في ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق الأناضول، تندد بحظر التجول الذي تفرضه السلطات ضمن العمليات الأمنية ضد مقاتلي حزب العمال. لا يمكن لأردوغان استيعاب الأمة الكردية، كل شعبنا يدعم هذا النضال، فكيف يمكن أن يستمر في هذا الموقف؟ ما الذي يحاول فعله؟ إلى متى يستمر هذا الطغيان؟ ألا يمكنه استيعاب 20 مليون كردي؟ آلاف الأشخاص الذين تجمعوا قرب منطقة سور مرددين شعارات مؤيدة لحزب العمال الكردستاني وتدعو الحكومة لإنهاء العمليات الأمنية، واجهتهم الشرطة بمدافع المياه والقنابل المسيلة للدموع. من جهته ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم الولايات المتحدة عسكريا لأكراد سوريا الذين وصفهم بالإرهابيين، معتبرا أن سياسة واشنطن حولت المنطقة إلى بركة دماء. وقال أردوغان في خطاب ألقاه أمام مسؤولين محليين في أنقرة أن عجز الولايات المتحدة عن فهم طبيعة حزبي الاتحاد الديمقراطي الكردستاني والعمال الكردستاني أدخل المنطقة في بحر من الدماء، وسأل هل واشنطن معنا مع المنظمات الكردية الإرهابية وفق تعبيره، وأضاف أن الأزمة السورية أضحت شأنا تركيا داخليا. وكانت تركيا قد استدعت السفيرة الأمريكية بعد تصريحات أمريكية مؤيدة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي قد قال أن واشنطن لا تعد حزب الاتحاد الديمقراطي منظمة إرهابية في رد على سؤال عن الاختلاف في الرأي بين البلدين. إلى فرنسا، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مغادرة الحكومة مؤكدا بذلك تقارير كانت قد تحدثت عن استقالته، وهو إعلان تزامن مع انتقاد نادر وجهه فابيوس لسياسة الولايات المتحدة في فرنسا. المصادر توقعت أن يجري الإعلان خلال 24 ساعة عن التعديل الحكومي الذي يشمل على وجه الخصوص فابيوس، ومن المقرر أن يعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في وقت لاحق ترشيح فابيوس لرئاسة المجلس الدستوري، وهو أعلى محكمة أو أعلى محكمة دستورية في البلاد. وبالتوازي قال فابيوس أن سياسة الولايات المتحدة بشأن سوريا غامضة وتساهم في المشكلة. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الزميل سامي كليب. أهلا بك سامي، لماذا استقال وزير الخارجية لوران فابيوس، وهل للملفات الخارجية دور في اتخاذ هذا القرار؟ في الواقع هناك أسباب عديدة لاستقالة فابيوس. أولا، الاستقالة كانت منتظرة، أو التعديل الوزاري إذا صح التعبير كان منتظرا، وأعتقد أنه في لعبة الأمم الأسبوع الماضي كنا ذكرنا ذلك مع زميل جورج ماربرينو على الهواء. هناك عدة أسباب. أولا، لوران فابيوس جزء من تعديل وزاري ستتغير كثير من المناصب الحكومية، وذلك بسبب أولا الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة 2017 بعد كارثة انتخابات المناطق الفرنسية والتي تقدم فيها اليمين المتطرف بشكل كبير. يريد فرانسوا أولاند إعادة تشكيل تحالفات سياسية داخلية. الأمر الثاني، هناك تباينات حالية بين أولاند وبين وزير خارجيته فيما يتعلق بالعديد من الملفات الداخلية والخارجية. السبب الثالث، قد يكون أيضا لوران فابيوس فعلا مريض، خصوصا أنه في آخر الاجتماعات في براغ كان يغيب قليلا عن الوعي ثم يعود. وهناك مطالب خصوصا من اليمين المتطرف في فرنسا منذ فترة لإقالة فابيوس بسبب الفضائح ابنه توما الذي يوما بعد آخر يتبين كأنه فاسد ماليا، من الشكات بلا رصيد في كازينيات أمريكا إلى شراء شقق إلى العثور عنده على أكثر من 7 ملايين دولار وما إلى ذلك.
كل هذه الملفات طبعا تلعب دورا أساسيا في ابتعاد لورون فابيوس عن السلطة. الأمر الآخر أيضا فابيوس الذي كان يعتبر تاريخيا كما بعض قادة الحزب الاشتراكي من المقربين من إسرائيل اختلف معها جديا في الآونة الأخيرة، خصوصا حين كان يقول كلما كثرت المستوطنات ابتعدنا عن الحل السلمي، وكان من الموقعين على رفض استقبال البضائع التابعة للمستوطنات الإسرائيلية، وهو الذي تقدم باقتراح دولي ردت عليه إسرائيل بعنف لحل المشكلة الفلسطينية، وحدد التاريخ أنه إن لم تحل ففرنسا ستعترف بفلسطين. إذن هذا الوزير الذي يغادر اليوم، وهو الذي قال يوما ما أن النصرة تقوم بعمل جيد في سوريا وجاهد ضد سوريا وكان يحلم بإسقاط الرئيس بشار الأسد وكان أكثر المتشددين في الملف النووي الإيراني، يغادر الوزارة الآن، لعل في ذلك أيضا بداية لتغيير بعض النهج في السياسة الخارجية الفرنسية. طيب سامي، يعني كيف نفهم تصريح فابيوس الذي انتقد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في فرنسا؟ هذا أولا، وما المنتظر بناء على هذه الخطوة؟ أعتقد أنه فابيوس يعبر عن غبن شخصي لأنه فشل في ثلاث ملفات في السياسة الخارجية الأساسية، ولذلك كان لابد له قبل أن يغادر وزارة الخارجية أن يحمل طرفا ما مسؤولية الفشل لكي لا يتحملها هو. ففي سوريا كان ينادي دائما بإسقاط الرئيس بشار الأسد، حتى ولو أنه منذ فترة قال يجب التعاون مع الجيش السوري، ورد عليه فرانسوا أولاند أنه لا تعاون مع الجيش السوري إلا بعد التغيير السياسي في سوريا. والأمر الثاني مع روسيا، كان من أكثر المتشددين في الصراع مع روسيا، ورأينا أن فرانسوا أولاند حين ذهب إلى روسيا بعد تفجيرات باريس تعدلت المواقف في روسيا وصار في كلام جدي عن تعاون بين البلدين. الملف الثالث إيران، يعني لورون فابيوس يعرف الإيرانيون أنه كان الأكثر تشددا في إعاقة الملف النووي الإيراني، ولذلك أسماء الإيرانيون بالسيد لا أو السيد نيت كما كان يقول الروس سابقا، وهو حين ذهب إلى إيران رغم أنه كان من أوائل وزراء الخارجية الغربيين الذين ذهبوا إلى إيران لقطف ثمار الاتفاق اقتصاديا، وجد يعني الأبواب تقريبا موصدة أمام الصناعات الفرنسية حتى ولو فتحت بشكل رمزي في الآونة الأخيرة. وحين وصل إلى طهران نشرت بعض الصحف الإيرانية معلومات تذكر بدوره حين كان رئيسا للحكومة وكان في الدم الفاسد الذي قتل الكثير من المواطنين أو في الخارج، وحملته مسؤولية مقتل 300 إيراني أيضا وصلهم الدم الفاسد الذي صدر من هنا. إذا هو يغادر بمجموعة من الأعداء، ولابد له في آخر نهار قبل مغادرته بأن يحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية عدم المضي قدما في إسقاط الرئيس بشار الأسد ربما أو إحداث تحول فيها. نعم، كل الشكر. يعني طبعا تفضل. مسألة أخيرة، هذا لا يعني أبدا أنه غادر السياسة، فهو عين حاليا في المجلس الدستوري، وهو تعيين يبعده عن المناصب المباشرة السياسية، ولكن المجلس مهم، هو مجلس الحكماء. وفقط أريد أن أذكر أيضا بأن التسريبات الأخيرة التي صدرت عن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة أكدت أيضا أنه خضع للضغوط الأمريكية لعدم إطلاق أقدم سجين سياسي في فرنسا هو جورج إبراهيم عبد الله. أعتقد أن لورون فابيوس الذي كان أصغر رئيس للحكومة عمره 37 سنة في الجمهورية الخامسة يغادر بمجموعة من الأعداء في الداخل والخارج. كل الشكر لك زميل سامي كليب على هذه المعلومات وعلى إطلاعنا على خلفيات استقالة رئيس أو وزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس. قضية تجفيف تمويل الإرهاب ودور الأمم المتحدة في ذلك كان محور نقاش في مجلس الأمن لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون. التقرير لم يخرج عن إطار التشخيص والتمنيات بتعاون دولي أشد يفضي إلى التسريع بالحلول السياسية وإعادة بسط سلطات الدول التي تمر بنزاعات. تقرير نزار عبود. الأمم المتحدة عاجزة عن تطبيق استراتيجية مكافحة داعش وأخواته ما لم تنل التغطية السياسية الصريحة من كافة الدول ذات الصلة بالنزاعات الجارية من العراق إلى ليبيا. إنها خلاصة واضحة يستدل بها من أول تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة منبثق عن القرار 2253 الذي اعتمد في أواخر العام الماضي.
المعلومات والصور التي قدمتها دول أعضاء عن مسالك محتملة لتجارة النفط السرية التي يستخدمها داعش لم تتحقق منها الأمم المتحدة بصورة مستقلة. تلك الصور والأفلام قدمتها روسيا وسوريا وتتهم تركيا بشكل صريح بتسهيل تجارة داعش. ولم يتمكن تقرير الأمين العام الاستراتيجي أيضا من رصد وتعقب تمويل التنظيمات الإرهابية التي تلجأ إلى السطو والخطف والفدية وتجارة الرق وفرض الإتاوات وبيع الأثار في أماكن سيطرتها. التقرير خلص إلى أن إيجاد حلول سريعة للنزاعات الإقليمية وإعادة بناء مؤسسات الدول الأمنية تبقى أفضل وسيلة لمكافحة الإرهاب الذي يهدد العالم، كما أنها تضع حدا لمعاناة السكان والنازحين. The best form of humanitarian. إن أفضل استجابة للاحتياجات الإنسانية تكون بوقف القتال والنزاع، وبالنسبة للكوارث الطبيعية يكون بالاستعدادات والإنذارات المسبقة لتخفيف الأضرار، لكن معظم الكوارث اليوم تحدث من جراء النزاعات البشرية. في ظل غياب التوافق السياسي تكتفي الأمم المتحدة بإدانات لفظية للإرهاب ورفع توصيات لمحاربته على المستويات الأمنية والمالية والعقائدية التربوية. بالرغم من الإجماع الدولي حول ضرورة محاربة تنظيم داعش، ورغم وجود قرارات كثيرة في مجلس الأمن الدولي ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لكي تطبقها، إلا أن التنظيمات لا تزال تتحرك عبر الحدود السورية والعراقية وتنتقل إلى قارات أخرى أحيانا دون رقيب أو حسيب. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. قال مراسل الميادين في طهران أن حركة حماس تشارك في ذكرى الاحتفالات السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في طهران. وفد حركة حماس إلى العاصمة الإيرانية يرأسه عضو المكتب السياسي للحركة أبو عمر محمد ناصر ومسؤول العلاقات الخارجية في الحركة أسامة حمدان. وقال المراسل أن الوفد سيلتقي مسؤولين إيرانيين بعد انتهاء الاحتفالات التي ستقام الخميس. وينضم إلينا من طهران مدير مكتب الميادين محمد حسن البحراني. أهلا بك محمد. هل يمكن لهذه الزيارة من زيارة وفد حماس إلى طهران في ذكرى انتصار الثورة أن تساهم في ترميم العلاقة بين الطرفين، خصوصا وأنها شهدت حالة من الفتور على مدى السنوات الماضية على خلفية الأزمة السورية؟ أهلا بك وفاء. حقيقة هو هذا الهدف كما يبدو من زيارة القياديان في حركة حماس محمد نصر وأسامة حمدان لطهران. صحيح هذه الزيارة تتم على أساس دعوة رسمية وجهت للعديد من قيادات حماس كما يبدو للمشاركة في الاحتفالات القائمة التي يحتفل بها الإيرانيون في الذكرى السنوية 37 لانتصار الثورة الإسلامية، لكن المؤكد أن هذه الزيارة ستحمل أو حملت أهداف محددة ويراد منها أن تحقق أهداف محددة أيضا بعد 4 سنوات أو 5 سنوات من التوتر الواضح الذي لحق بالعلاقات الإيرانية مع حركة حماس على خلفية الأزمة السورية التي اندلعت في ربيع عام 2011. بطبيعة الحال كانت هناك محاولات عدة لرأب الصدع في العلاقات الثنائية بين طهران وحماس، وكان آخرها كما أظن في ديسمبر عام 2014، أي قبل عام وثلاثة أشهر. وأيضا كانت تلك الزيارة كان قد قام بها القياديان محمد نصر وأسامة حمدان، والواضح أن حركة حماس تعول على اختيارها هذا أن يكون الضيفان الزائران لطهران هما محمد نصر وأسامة حمدان لمعرفتهما بالساحة الإيرانية ربما أكثر من غيرهما من القيادات من قيادات حماس. أسامة حمدان كما نعلم كان ممثلا لحماس في طهران لعدة سنوات من 92 حتى عام 98، وبالتالي هو يعرف كيف يناقش ربما هذا التوتر وتطويق العلاقة تطويق التوتر الذي أصاب العلاقات الثنائية. من المؤمل والمفترض حسب ما علمنا من الوفد الفلسطيني أن
أعضاء الوفد سيلتقون العديد من المسؤولين الإيرانيين في الخارجية الإيرانية، ربما في البرلمان الإيراني، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. لكن هذه اللقاءات ستتم كما علمنا أيضا بعد الانتهاء من الاحتفالات بالذكرى السنوية للثورة الإسلامية، أي ربما عصر غد أو من يوم الجمعة. بطبيعة الحال الزيارة تستمر لعدة أيام، من غير المعلوم حتى الآن متى ستنتهي، لكن هناك حرص واضح يعني أن يحضر وفد من حماس إلى طهران في لمشاركة الإيرانيين في ذكرى ثورتهم من جهة، وهناك حرص أيضا من قبل الإيرانيين في استقبال الوفد الفلسطيني بالشكل اللائق. وبالتالي الإيرانيون حقيقة حريصون منذ حتى مع اندلاع التوتر على خلفية الأزمة السورية، أبدوا حرص واضح على أن تبقى علاقتهم مع حماس بمنأى عن هذه الأزمة، وخلافاتهم وتفسيراتهم لكيفية الوقوف تجاه الأزمة السورية. والمتوقع أن حقيقة أن ينجح القياديان محمد نصر وأسامة حمدان في إعادة الدفء للعلاقة الفلسطينية الإيرانية، الدفء أقصد لعلاقة حماس مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة وأن الإيرانيين يؤكدون دائما بأن دعمهم سيظل قائما لكل حركات المقاومة الفلسطينية بدون استثناء بما فيها حماس، ما دامت بوصلة هذه الحركات هي إسرائيل والمقاومة. كل الشكر لك محمد حسن البحراني، مدير مكتب الميادين في طهران، على هذه المعلومات. استشهد الفتى الفلسطيني عمر ماضي جوابرة 15 عاما بعد إصابته برصاص قناص إسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل. الفلسطينيون تصدوا للاعتداءات الإسرائيلية ووجهوا بالقمع وبرصاص القناصين. الفتى عمر تلقى رصاصة اخترقت صدره وقلبه واستشهد على إثرها. أعلن عدد من الصحفيين والشخصيات السياسية والنقابية في مصر عبر شاشة الميادين تضامنهم مع الصحفي الفلسطيني الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ أكثر من 75 يوما في سجون الاحتلال الإسرائيلي. كل التضامن مع المناضل والصحفي الفلسطيني محمد القيق الذي يضرب عن الطعام لأكثر من 75 يوما، هو رمز للتصميم في النضال ورمز لانتزاع الإرادة الوطنية. نحن جميعا نقف وراءه ونقدم له يد العون في كل شيء يتطلبه النضال الفلسطيني. طبعا الصحفيين المصريين كلهم متضامنين مع قضية الصحفي محمد القيق، هو بقاله أكتر من 70 يوم دلوقتي مضرب عن الطعام. احنا متابعين القضية باهتمام بالغ في اليوم السابع، أعلننا قبل كده عن تضامننا مع أكتر من صحفي في نفس القصة. قصة الإضراب عن الطعام نفسها مش جديدة على الصحفيين ومش جديدة على إعلان مطالبهم. احنا هنا كمان بندعم القضية الفلسطينية بوجه عام، بنحاول ان احنا ندعم الشعب الفلسطيني. قضية حرية الإعلام من القضايا المثارة حاليا، ورسالتنا للشعب الفلسطيني كلها بنقول لهم احنا وراكم واحنا أيدكم، وحتى يخرج الصحفي محمد القيق احنا هنفضل ورا القضية دي. ومعنا من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي. اهلا بك نسرين، يعني حالة تضامن في مصر يسجلها صحفيون والمثقفون هناك مع محمد القيق الأسير الفلسطيني، كيف هو وضعه الصحي الآن وما هي الفعاليات المتوقعة المتضامنة معه؟ نعم، الأسير القيق لا يزال في حال الخطر الشديد، زوجته باتت تخشى على حياته بشكل جدي، وهي قالت لنا بالحرف أنها تعبت من المناشدات إلى العالم، إلى المواطنين، إلى القيادات، من أجل التدخل لإنقاذ حياة زوجها الأسير الصحفي الذي بات يصارع الموت. طبعا قوات الاحتلال أعلنت بالأمس أنها أوقفت التفاوض، ربما يكون هذا إعلان فقط شكلي، لكن هناك حديث عن صفقات، لكن الأسير القيق
لا زال لم يتلقى أي عرض رسمي من أجل الإفراج عنه، وبالتالي كان هناك دعوات اليوم من أجل تظاهرات ومسيرات في كل أنحاء الضفة الغربية في القرى والمدن والمخيمات للتضامن مع الأسير القيق وإيصال صوته إلى المجتمع الدولي وإلى القيادات وإلى ربما أيضا المؤسسات الحقوقية والقانونية للتدخل والضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عنه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والذي خاض تجربة الإضراب عن الطعام ليحدثنا عن وضع الأسير محمد القيق. شيخ خضر، بالبداية أنت خضت مثل هذه التجربة بعد 77 يوم أو 78 يوم من الإضراب على الطريقة الإيرلندية، بمعنى أنه لا يتناول إلا الماء. كيف يمكن أن تصف حال الأسير محمد القيق؟ في الحديث مع تقديرنا لنضالات الشعوب على الطريقة الإيرلندية، هناك اليوم عشرات الإضرابات التي يعني سطرها الفدائيين الفلسطينيين يعني منذ مطالع يعني هذا مطلع هذا الاحتلال المجرم والثورة الفلسطينية. نحن اليوم يعني نقول أن محمد القيق في خطر، وكما نحمل اليوم القيق يحتضر فماذا تنتظر؟ للكل الفلسطيني نخرج إلى الساحات والميادين، نخرج مساندين لخطوة أهلنا الرائدة في فلسطين محتل عام 48 وأهلنا المقدسيين في خطوتهم في محاولة لنقل الأخ محمد القيق من مشفى العفولة إلى هنا إلى مشافي رام الله في محاولة لتحدي إرادة الاحتلال وكسر إرادة الاحتلال. نحن نقول يوم الاحتلال ننصحه، وليس مثلنا من يحب وينصح الاحتلال، إن لم تقبلوا بإرادة شعبنا بنقل أخ محمد القيق ستخسرون أكثر. إذا استشهد محمد القيق الاحتلال أول من سيخسر، نحن كفلسطينيين سنخسر، وكأحرار وعرب مسلمين سنخسر هامة فلسطينية كبيرة ويعني يكون إنسانية عظيمة، لكن الاحتلال سيخسر، سيفجر أمور أكثر. نقل أخ محمد القيق سيعني ينزلكم عن السلم كاحتلال. اليوم يعني الاحتلال يعني ضاق ذرعا بالمتضامنين هنا في رام الله وفي المناطق، يتصل ضباط المخابرات الإسرائيليين بالمتضامنين ويقولون لهم بلاش يصير فيكم زي القيق، احنا من كلهم بلاش اللي راح يعتقلوا راح يعملوا فيكم زي ما عمل القيق. القيق اليوم حرك لكلياتنا، حرك الشباب والفتي والكل، اطفال من المدارس حافظين قصه الاسير الفلسطيني والاضراب على الطعام، والكل عماله بيتحرك وبقول بدنا نعمل زي ما عمل القيق. القيق اليوم يحرك فينا كل شيء، يحرك كل ما هو جميل في فلسطين. لكن هل ترى أن حركة التضامن كافية حتى هذه اللحظة؟ ألا تعتقد أن لا يوجد حراك بالمستوى المطلوب لإنقاذ حياة الأسير القيق؟ لا بالعكس، اليوم الحراك أفضل. نحن رأينا يعني اليوم هناك يعني محمد القيق كسر حواجز بيننا، سواء المعازل ولا الجدران ولا جدار الفاصل. اليوم الكل يحب الكل، الكل يتحرك، أهلنا في القدس 48 وكأنهم من جنين والضفة وغزة وأكثر، يعني المشاعر امتزجت. ما وضعوا الاحتلال من معازل معنوية وجدران تحطم بإرادة الله عز وجل ثم بصمود الأخ محمد القيق. اليوم كلنا شكر وعرفان لأهل المقدسين وأهلنا في 48، الكل يوم شكر لكل من يخرج من أحرار العالم وأهلنا في غزة والشتات يعني نصرة الأسير الفلسطيني. قضية أخ محمد القيق هي رافعة للقضية الفلسطينية، رافعة للحركة الأسيرة الفلسطينية ولأحرار العالم، وأنه يمكن للكفة الفلسطينية أن تلاطم مخرز هذا الاحتلال وتنتصر عليه وتعطي إشارة للفداء الفلسطيني يعني أن يسير على ذات الطريق، طريق عدم الركون لقلة الإمكان بل الفعل بما لديهم من يعني من أبسط الأدوات ولو كان الجوع والإضراب على الطعام. شكرا لك الشيخ خضر عدنان. يجدر الإشارة هنا رامية إلى أن الشيخ خضر عدنان ومجموعة من الشباب أيضا يخوضون إضرابا عن الطعام تضامنا مع الأسير القيق، وهم يخيمون في هذه الخيمة وسط مدينة رام الله منذ أكثر من أسبوع تضامنا مع الأسير القيق ولإيصال صوته كنوع من التضامن. طبعا في ساعات الصباح وفي ساعات المساء يكون هناك حشد أكبر من المواطنين يشاركون في هذه الخيمة من أجل على الأقل ولو تضامن معنوي مع عائلة الأسير القيق ومع الأسير القيق نفسه ولإسماع صوته إلى العالم. طبعا في حوالي الساعة 6 من مساء هذا اليوم ستخرج المسيرة، المفترض أن تكون ضخمة وكبيرة كما دعت إليها عائلة الأسير محمد القيق من أجل التضامن معه وإنقاذ حياته. كل الشكر لك نسرين سلمي مراسلة الميادين، كنت معنا من رام الله، والتحية أيضا موصولة للأسير المحرر الشيخ خضر عدنان. وأيضا في الملف الفلسطيني، حيث تكررت في الآونة الأخيرة عمليات اختراق حواسيب إسرائيلية، وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن نجاح قراصنة حواسيب إيرانيين في سحب معلومات مهمة تعود لضباط إسرائيليين ومن بينهم رئيس أركان سابق في الجيش الإسرائيلي. منال إسماعيل والتفاصيل.
إسرائيل تقع مجددا في فخ السايبر. بهذه العبارات وصفت وسائل إعلام إسرائيلية تعرض إسرائيل لهجوم إلكتروني مصدره إيران. الهجوم الإلكتروني استهدف بحسب القناة العاشرة ضباطا إسرائيليين رفيعي المستوى سابقين وحاليين ورجال أمن في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وحتى رئيس أركان إسرائيلي سابقا. ليس سرا أن إيران وحزب الله يبذلان مساعي كبيرة للتجسس على إسرائيل، وما نعلمه أن إيران وحزب الله في السنوات الأخيرة يركزان على أشخاص محددين، وقد نجحوا في اختراق حواسيبهم الشخصية، ومن بينهم كما كشفنا رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي. محللون قالوا إن الحرس الثوري الإيراني نجح قبل نحو شهرين في اختراق حواسيب شخصيات أمنية وعسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى وسحب كل ما تحويه من صور ووثائق ومعلومات. لقد نجح الإيرانيون في سحب كل المعلومات من الحواسيب التي اخترقوها، وثائق وصور وعناوين بريد وكل شيء، من غير الواضح حجم الضرر الذي وقع على إسرائيل. خبراء دعوا إلى عدم الاستخفاف بقدرات إيران وحزب الله في مجال السايبر، ووصفوا ما تتعرض له إسرائيل بسباق تسلح معلوماتي. ما يحصل هو سباق تسلح لا ينتهي، وقد فشلنا فيه حتى الآن، ربما ليس بالضربة القاضية، لكن هناك فجوات كبيرة في أماكن معينة. لقد جرى الاستخفاف بقدرات حزب الله قبل عملية أغنية الصفصاف أو كمين أنصارية عام 97. يجب عدم الاستخفاف بقدرات الروس أو الإيرانيين في هذا المجال، ويجب القيام بكل شيء من أجل إبقاء هذا المجال محصنا من الاختراق. مراقبون قالوا إن حربا جديدة بدأت تطرق أبواب إسرائيل، فإسرائيل باتت الآن في سباق تسلح غير مرئي يحدد فيه قراصنة الحواسيب قواعد اللعبة هذه المرة. إلى البحرين، حيث كشفت مصادر معارضة أن السلطات رفعت من مستوى التشديد الأمني في جميع أجهزتها الأمنية والعسكرية مع قرب حلول الذكرى 5 للحراك المطلبي في 14 من شباط فبراير. وقد شهد عدد من المناطق البحرينية تظاهرات ومواجهات بين المحتجين ورجال الأمن، وقد خرجت في الساعات الماضية تظاهرة في مدينة المصلى شمال البحرين تؤكد تمسكها بمطالبها وبالإفراج عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان. في إطار تغطيتنا لذكرى الحراك السلمي في البحرين، نتوقف اليوم عند إجراءات السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن 206 من مواطنيها، معظمهم من الناشطين المعارضين، فيما لا تزال المنظمات الدولية ترفض هذا الإجراء. في المقابل لم تعر المنامة الأذان الصاغية لتلك المناشدات. سحب الجنسية من المعارضين في البحرين أحد الأسلحة التي يواجه فيها الحراك السلمي في البلاد. 245 سحبت جنسيتهم منذ عام 2011 وحتى اليوم، غالبيتهم من النشطاء المعارضين والباقون منتمون إلى تنظيم داعش. وبذلك تمكنت السلطات من خلط أسماء المعارضين والإرهابيين أمام المجتمع الدولي. وعلى الرغم من أن قرار إسقاط الجنسية عن المواطن ينبغي أن يكون بمرسوم ملكي، إلا أن الملك أحال القرار بيد وزير الداخلية إلى التصرف في موضوع الجنسيات. وزارة الداخلية دأبت على إصدار البيانات الدورية لتعلل أسباب إسقاط الجنسية عمن أسمتهم المضرين بأمن الدولة، على الرغم من أن من بينهم نوابا سابقين من جمعية الوفاق. والأكثر من ذلك، سعى بعض النواب الموالين للحكومة إلى إقرار قانون مفاده تجريد كل الحقوق التي حصلها المسحوبة جنسيته كالوحدات السكنية أو أي أملاك أخرى في البحرين. ويأتي هذا التحرك لفرض مزيد من الضغط على المعارضين،
وتواجه السلطات إشكالية مهمة جدا في كيفية التخلص من المسقطة جنسياتهم وهم في البحرين، فلا توجد أي دولة تقبل استقبالهم بعد إسقاط الجنسية، ولا القضاء البحريني يقبل طعونهم لإعادة الجنسية. فلن نترككم والفقرة الرياضية مع الزميلة أماني مهنا. تفضلي أماني. شكرا وفا، مساء الخير. أهلا بكم. أهدر منتخب لبنان في كرة الصالة فوزا أكيدا كان في متناوله أمام قرغيزستان في مستهل مشواره ضمن بطولة آسيا. منتخب الأرز كان متقدما بأربعة أهداف لثلاثة عندما اهتزت شباكه قبل أقل من ثانيتين على نهاية المباراة. استغل الخصم خطأ دفاعيا فادحا وأدرك التعادل وسط ذهول كبير. لبنان يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب أوزبكستان المضيفة والسعودية، وما زالت حظوظه في بلوغ الدور الثاني قائمة بشرط الفوز في مباراتيه المقبلتين. القمة 111 في مصر ترتدي اللون الأحمر بعد فوز الأهلي على الزمالك. الجابوني مالك إيفونا افتتح التسجيل لنادي القرن بطريقة رائعة، وتكفل البديل عمرو جمال بالإجهاز على الفريق الأبيض بتسجيل الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة على نهاية المباراة. وبتحقيقه الانتصار الثاني عشر هذا الموسم رفع الأهلي رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة، موسعا إلى 7 نقاط الفارقة مع ملاحقه الزمالك. رمضان 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 الفنان عدى ومر وفات. رمضان من جديد هيتعمل له اوفرلاب، عملها له فعلا. وبو عملوها خلصوها والثنائيه سجلوها عمرو جمال. إدارة الزمالك سارعت بعد لقاء إلى إقالة المدرب أحمد حسام ميدو بعد أقل من 40 يوما على توليه الجهاز الفني للمرة الثانية. نادي القلعة البيضاء عين محمد صلاح مديرا فنيا مؤقتا إلى حين الاستقرار على اسم المدير الفني المقبل، الذي أعلن رئيس النادي مرتضى منصور أنه سيكون أجنبيا. إدارة الزمالك قررت أيضا إيقاف مستحقات لاعبي الفريق حتى نهاية الموسم بهدف تحفيز اللاعبين للعودة إلى الانتصارات في الدوري من جديد. في أخبار كرة القدم العالمية، بوروسيا دورتموند يعبر إلى نصف نهائي كأس ألمانيا بفوزه خارج قواعده على شتوتغارت بثلاثة أهداف لواحد. أسود فيستفاليا تقدم مبكرا بهدف لماركو رويس في الدقيقة الخامسة، لكن شباكهم اهتزت في الدقيقة 21 بهدف لوكاس روب. الجابوني بيير أمريك أوباميانغ أعاد تقدم لدورتموند بعدها بعشر دقائق، واختتم هنريك مختاريان ثلاثية الفريق الأصفر قبل دقيقة واحدة من النهاية. وعلى طريقتها الخاصة قررت جماهير دورتموند الاعتراض على إدارة الفريق بسبب ارتفاع أسعار تذاكر المباريات. جماهير أسود فيستفاليا رمت عددا كبيرا من كرات التنس على أرض الملعب ملعب مرسيدس بنز أرينا، ورفعت يافطات أشارت خلالها إلى التوجه نحو مشاهدة مباريات التنس، لأن كلفة دخول ملاعب الكرة الصفراء أقل بكثير من المستطيل الأخضر. الدور ربع النهائي شهد خروج باير ليفركوزن من المسابقة بسقوطه على أرضه أمام فيردر بريمن. صاحب الأرض فرط بتقدمه بهدف خافيير هرنانديز تشيتشاريتو من ركلة جزاء، فتلقت شباكه ثلاثية تناوب عليها المدافع سانتياغو غارسيا وكلاوديو بيتزارو وفلوريان غريليتش. جوزي مورينيو يكشف أنه سيكون المدرب الجديد لمانشستر يونايتد في الموسم المقبل خلفا للهولندي لويس فان غال. هذا الخبر ضجت به الصحف الإنجليزية صباح اليوم، حيث كشفت أن سبيشال وان أبلغ أصدقائه المقربين عن توصله بالفعل إلى اتفاق مع إدارة الشياطين الحمر. ابن 53 عاما كان قد أقيل من تدريب تشيلسي في كانون الأول ديسمبر الماضي بسبب سوء النتائج، وخرج قبل أسبوع في مقابلة تلفزيونية معلنا أنه سيعود إلى العمل قريبا.
نعود إلى كرة الصالة. في أولى مشاركاتها الأوروبية حجزت كازاخستان مقعدها في نصف نهائي بطولة أوروبا للفوتسال بعد إقصائها إيطاليا. المنتخب اليورو آسيوي فاجأ بطل نسختي 2003 و2014 ودك شباك ملوك الدفاع بخمسة أهداف وتلقت شباكه هدفين فقط. المنتخب الكازاخي ضرب موعدا مع إسبانيا في نصف النهائي في مواجهة منتظرة، ولا سيما أن كازاخستان استحقت عن جدارة لقب الحصان الأسود في البطولة، فيما تبدو إسبانيا مرشحة للتتويج باللقب السابع في تاريخها. مع هذا الخبر نكتفي بالأخبار الرياضية ونعود إليك وفاء. شكرا لك يا أماني. لم يبقى لنا سوى التذكير بالعناوين. لافروف يتهم تركيا بالتنسيق سرا مع داعش ويحذر من أي تدخل عسكري في سوريا، وكيري يتحدث عن خطة جديدة لواشنطن. أردوغان يتهم واشنطن بتحويل المنطقة إلى بركة دماء بدعمها للكرد في سوريا والعراق. وزير الخارجية الفرنسي لوران فيبيوس يترك منصبه، وأنباء عن إعلان توليه رئاسة المجلس الدستوري لاحقا اليوم. وفد من حماس في طهران للمشاركة في احتفالات ذكرى انتصار الثورة، ولقاءات مرتقبة مع مسؤولين إيرانيين. نشكر لكم حسن المتابعة. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmeyadin.net، بالإضافة إلى صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. ألقاكم على رأس الساعة في موجزين لأهم الأنباء. إلى اللقاء.